قربت مني هصور ملم الناس وعامل لك فضيحه بجلاكي. وماله؟ انا نفسي تعملي لي فضيحه. انت عايز مني ايه؟ وحشتيني. طب اطلع بره بقى. معقول واحده رقيقه زيك تعامل ضيوفها بالقسوه دي؟ شريف لقتلك وروحي في مصيبه ان شاء الله تعدي. وماله؟ انا طول عمري نفسي اموت على ايد واحده زي القمر زيك. ارحمني. انت عايز مني ايه؟ تعرفي كويس قوي انت والظابط بتاعك اللي فاكر نفسه حامل قانون وحامل عداله ان باشاره واحده من صباعي اقدر امسحكم من على وش الدنيا. بس انا اللي ماليش مزاج. انما قولي لي انت صعبان عليه كده ليه؟ عشان مصدقني وعارف ان انا مظلومه. لا 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 اكيد في حاجه تانية. بس تصوري عنده نظر. ابعد عني. طيب خلي بالك من السكينه بقى احسن تعورك. انت عارفه المشكله ان اللي زيك مش عارف حجمه ولا عارف انه ملوش وجود. يعني موته زي حياته مفيش اي تاثير ولا حد بيحس بيه.